بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معدنا مع المحاضرة السادسة. عنوان المحاضرة بتاعتنا هتبقى Boundary Non-Linear Time History Analysis. في المحاضرة دي هنشوف ازاي ان احنا نعمل isolators، ازاي نعمل الايزوليتورز دي على برنامج المايداس جين، ازاي ان تكلفة النظام ده من 5 إلى 10% من قيمة المنشأ. طبعا التكلفة دي تكلفة لا تقارن بالأمان اللي هيحصل للمنشأ. المنشأ هيبقى كأنه معلق ببالونات زي ما احنا هنشوف، بعيدا عن القوى الزلزالية. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده. دي في الأول المحتويات بتاعة المحاضرة بتاعتنا. البيزك ايديا اوف بيز ايزوليتر سيستم، الريسبونس اوف بيز ايزوليتر سيستم، البيز ايزوليتر ديفايسز. عندي نوعين، ليد رابر بيرنج ايزوليتر، وعندي الفريكشن بندلم ايزوليتر، وعندي بعد كده الاستخدام بتاع الدمبرز. الدمبرز طبعا بستخدمها في الادوار المختلفة، وزي ما هنشوف دلوقتي ازاي هنستخدمها وازاي هننفذها على برنامج المايداس جين. وبعد كده هنتكلم عن الاناليسز تكنيكس. عندي الريدز فيكتور مقارنة بالايجن فيكتور، وعندي الستارتنج داتا فور ريدز فيكتور، وبعد كده هنشوف المودل سوبر بوزيشن مقارنة بالدايركت انتجريشن. ده البيزك ايديا اوف بيز ايزوليتر سيستم. كأن المبنى انا عندي قوة الزلزال تحت، كأنها منفصلة تماما، وكأن المبنى معلق ببالونات زي ما احنا قلنا. ده باي بالون، وهنا باي ماجنتيك. الحقل المغناطيسي هنا فاصل المبنى تحت عن فوق. البيزك اوف بيز ايزوليشن، ان انا اهم حاجة ان المبنى ريستورينج بوزيشن يرجع للوضع الاولاني زي ما كان. ده باليوزنج سبرينجز، وده باي كيرفد بليت. هنا عشان هنا عندي ده الرابر بيرينج، وده البندلم ايزوليتر. طبعا هنا باي كيرفد بليد زي ما احنا قلنا، وهنا يوزنج سبرينجز. طيب انا عملت فيديو صغير، تعالوا نشوف. We'll be right back.
طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا نظامين، اليوزنج سبرينجز وده اللي هو الرابر بيرينج، وباي كيرفج بليت وده البندلم ايزوليتور. طيب نشوف بعد كده، طبعا دي البيزز اوف بيز ايزوليشن، ده اليوزنج سبرينجز، ده الزمن الدوري. طبعا كل ما زادت المرونه بتاعت اي نظام في انه يعود المبنى يرجع زي الاول يبقى ده النظام ده افضل. طبعا انا هترك لكم سؤال نجاوب عليه، وعايز الكل ان شاء الله يجاوب عليه، ايهما افضل، ان انا اليوزنج سبرينجز ولا باي كيرفد بليت؟ انا عندي ادي المعادله هنا بتاعت الزمن الدوري، ادي عندي الام الماس والكي الستيفنس، وهنا ادي المعادله بتاعت الكيرفد بليت. هنا الـ requirements of basis isolation device، بتعمل isolating the building from ground, supporting the weight of building. طبعا القوة الزلزالية لو في حد معين تبدأ بعدها تشتغل الـ isolators، غير كده يعتبر عندي الـ support fixed support. طيب يبقى ايه المطلوب تاني؟ الـ damping of response amplitude وrestoring the original position after an earthquake، يرجع تاني المبنى زي كأن ما حصلش زلزال ولا حاجة. هنا response of base isolation system، هنا طبعا أنا بيشتغل عندي الجزء اللي تحت كأنه base isolator lever spring system، والجزء اللي فوق upper structure rigid mass. هنا الـ response of basis isolator system، هنا عندي ادي الـ isolator isolation bearing، وادي الـ passive damper، هنا هنشوف الكلام ده كمان بوضوح وزي ما شفناه في الفيديو. هنا الـ behavior بتاع الـ building مع الـ isolation system، هنا من غير، شوف الـ building شغال ازاي وشوف هنا يحصل cracks ازاي، وهنا البيز ايزوليتد ستراكشر. هنا ريسبونس اوف بيز ايزوليشن سيستم، هنا هنشوف الفرق ما بين من غير ومع. هنا هنشوف الفيديو الصغير ده. ادينا شايفين المبنى من غير الايزوليتورز، ادي الشروخ تبدا تحصل، وادي كراكس اهي تبدا تحصل، وادي داخل المبنى. هنا هنحط بقى الايزوليتر سيستم، ادي اهو، ادي الفرق واضح جدا. هنا البيز ايزوليشن ديفايس، لازم نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، هنا الليد رابر بيرنج ايزوليتورز. طبعا انا لو استخدمت الرابر لوحديها من غير ما يكون في ستيل لامينيشن اللي موجوده، ايه الفرق؟ ده سؤال مهم. هنا النظام الثاني فريكشن بندلم سيستم ايزوليتورز، تعالوا نشوف بوضوح، ادي الستيل لامينيشن، وادي الليد جوه، وادي الرابر، تمام، وادي الصوره واضحه عندنا، ده الليد رابر بيرنج ايزوليتور. هنا الليد رابر بيرنج ايزوليتور الانرجي بتاعتنا مهم جدا، ان انا هنا ادي الفرق زي ما احنا قلنا، ايه السؤال بتاعنا، ايه الفرق؟ ده الناتشرال رابر بيرنج وده الليد رابر بيرنج. هنا الاستعاده بتاعت الطاقة بتاعتنا ان هو ما بيبقاش عنده القوة اللازمة ان هو يبقى يدي المرونة المطلوبة، هنا مع وجود الستيل اللي موجود في الداخل، فدي تعتبر كومبوزيت ماتيريال وليس رابر. ده الفرق ما بين الناتشرال رابر بيرنج والليد رابر بيرنج.
هنا بقى نخش على البرنامج وازاي ان البرنامج موجود فيه ليد رابر بيرنج ايزوليتور. ادي المعادله اللي موجوده، ادي الكي بي البوست ييلدنج ستيفنس، وادي الاي ار الرابر اريا، ادي المعادله كلها اللي موجوده وادي البرنامج. طب ما تيجي نشوف البرنامج بيقول ايه. ادي البرنامج بتاعنا، ادي المنشأ، ادي انا هنا بخش على الباوندري، بخش على الجنرال لينكس، بخش على الجنرال لينك بروبرتيز. ماتيريال زي اي ماتيريال، بعرفها زي اي ماتيريال. بدخل هنا اد، بقول له اد، بيخش لي على النظام بتاعي. هنا ادي طبعا فيسكو الاستيك دمبر، هنشوف الكلام ده. وهنا ادي الليد رابر بيرنج ايزوليتور. طيب انا هنا مثلا بخش اهو، بشوف البروبرتيز، يطلع لي على طول المعاملات اللي مفروض ادخلها. انا مفروض ادخل الستيفنس، مفروض ادخل الييلد سترينث بتاعتي والبوست ييلد سترينث ريشيو، وهنا الهيستوريك لوب موجود. ادي وادي المعادله بتاعتي بتاعت اللي موجوده عندي في البرنامج. بعد كده بنشوف بقى الفريكشن بندلم سيستم، ايه الفرق ما بين ده وده. وزي ما قلنا احنا عايزين اجابه من الكل، ايهما افضل، الفريكشن بندلم سيستم ولا الرابر ليد سيستم؟ طيب هنا ادي المعادلات اللي موجوده عندنا، عندنا الاف البيرنج فورس، والان النورمال لود اون بيرنج، واليو الديسبليسمنت، والار الراديوس اوف كونكيف سيرفس. ادي المعادلات بتاعتنا كلها بتاعت الفريكشن بندلم سيستم. هنا هنشوف فيديو صغير للفريكشن بندلم سيستم. طبعا الكيرفيتشر ده كل ما يزيد كل ما يكون افضل. ادي الفريكشن بندلم سيستم، وادي لو حبينا نشوفه جوه البرنامج اهو اهو. اهو ادي الفريكشن بندلم سيستم ايزوليتور، وادي هنا لما احب انا، طبعا انا هنا اهو 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 اهو. ادي ده الشير سبرينج انفريكشن بندلم سيستم ايزوليتور، وادي المعاملات اللي المفروض ادخلها، وادي المعادلات بتاعتي، كل حاجه واضحه. طيب هنا بقى البارامتريك افكت الفريكشن بندلم. هنا الراديوس اوف كونكيف سيرفس، اول حاجه البيس شير تقل مع زياده الراديوس زي ما قلنا. وهنا لو الراديوس زاد عندي الى بي انفينيتي ما لا نهايه، هيبقى ايه؟ ات بيكمز ا كلاسيكال رولر سبورت. طيب مور كيرفيتشر جيومتريكال ستيفنس انكريز اند ريديوس ديسبليسمنت مور كيرفيتشر. طيب الافكت اوف كوفيشنت اوف فريكشن لارج، ايه التاثير؟ لارج اوف ذا كوفيشنت فريكشن ليتر از ايزوليشن ميكانيزم اكتيفيتد ان اكستريم كيس بيس شير از سمول تو اوفركم فريكشن فورس ان ساتش ا كيس ات بيكمز ا فيكسد سبورت. زي ما قلنا لو ما جاتش القوة اللي هي تبدأ تتحرك مع التصميم بتاعي، يبدأ يتحرك الفريكشن بندلم، هيبقى كأن عندي السبورت كأنه فيكسد. انكريز ان كوفيشن ديكريز ديسبليسمنت زي ما قلنا. هنا هنبدأ نخش على الدمبرز بقى، الانرجي ديسبيشن ديفايس. طبعا الدمبرز في فيديو برضو انا عملته، تعالوا نشوفه مع بعض.
الجسور في العالم. جسر هو جسر ريون أنتيريون في اليونان، واحد من أطول الجسور في العالم. جسر يعبر أحد أكثر خطوط الزلازل نشاطاً في أوروبا، كما يمتد في نفق طبيعي للرياح العالية، ولا شيء صلب في قعر البحر لكي يبنى فوقه. جسر ريون أنتيريون طويل جداً، إذ يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات، لكن اللافت فيه هو أنه مقاوم للهزات الأرضية. هذا شيء مطمئن، إذ إنه يقع في واحد من أكثر الأماكن عرضة للزلازل في أوروبا. يمكنه تحمل هزة بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، وهذه قوة كافية لتدمير أي جسر. وعلى نحو لا يصدق، يتأرجح الجسر بهدوء بينما تهتز الدعائم بفعل الهزة الأرضية. يبدو لنا مرة جديدة أن المهندسين تمكنوا من ترويض الزلازل، لكن الحل الذي وجدوه من خلال التأرجح الحر قد يكون مشكلة بحد ذاته. قد يتأرجح الجسر بحرية، لكن إن تأرجح بعيدا بين كلتا الجهتين فقد يصطدم بواحدة من الأذرع الرفيعة الأربع التي تعلو الدعائم. هذا يعني اصطدام 75,000 طن من وزن الطريق بالإسمنت. إنها كتلة ضخمة متحركة، وقد يؤدي هذا إلى تدمير الجسر. لم يكن المهندسون ليسمحوا بحدوث ذلك، لكن ما إن يبدأ جسم ضخم كالجسر بالتحرك حتى يصبح من الصعب جدا أن يتوقف. الحل يكمن في الخمادات اللزجة، وهي نظام فرملة فائق القوة. لكي أختبر الخمادات اللزجة قررت إجراء تجربة توضيحية. أولاً سوف أريكم ماذا سيحدث من دون مكابح لا خمادات لزجة. ما ترونه أمامي هو أرجوحة، إنها في الأساس لوح مثبت في وسطه، ويتحرك صعوداً ونزولاً من كلتا الجهتين، لكن هذا ملعباً، وفي الطرف الآخر يوجد منحدر شاهق، وهذا الذي في سيارتي هو قفص مزود بعجلات، إذا كانت ثقتي بنفسي أكثر مما يجب. أجل، كل ما علي فعله الآن هو القيادة إلى فوق. مهمتي هي القيادة والتوجه إلى الأعلى، إلى أبعد من المحور الذي في الوسط، ثم ترك قوة الجاذبية تتحكم في كما يحلو لها. طبعاً كلما ازداد الارتفاع ابتعدت النقطة التي سأسقط فيها. إنه عمل غير ممتع على الإطلاق. إن نقطة المحور موجودة هنا في هذه المنطقة. هذا مخيف جداً. لا أستطيع رؤية شيء. لا أعرف أين أذهب. أعرف أن أمراً سيئاً سيصيبني في نقطة ما. لا أستطيع أن أضمن شيء. لقد تصاعدت رائحة جهاز تعشيق التروس. هذا ليس... إن ما أصاب سيارتي الآن وهي تصطدم بالمدرج من أجل إنجاح التجربة مساو للاصطدام العنيف بين الجسر المتأرجح بحرية والدعائم التي تحمله عندما تقع هزة أرضية. إذا تأرجح الطريق الممتد فوق الجسر بعنف شديد فسيتدمر الجسر. على المهندسين التخفيف من سرعة حركته، تماماً كما أحتاج أنا إلى التخفيف من قوة اصطدام الأرجوحة بالأرض. كلنا نحتاج إلى بعض المكابح، من هنا جاءت فكرة الخمادات اللزجة. إنها جهاز فرملة تستخدم فيه مادة سائلة لمقاومة الحركة. إن كنتم قد حاولتم ذات مرة أن تركضوا في حوض السباحة، فستعرفون كل شيء عن المقاومة التي تولدها المياه. سوف يملأ هذا الصندوق الأسود بالماء، وستكون هناك أيضاً مروحة عليها أن تعبر، ممتصة كل الطاقة من الأرجوحة. هذه هي المكابح. هذه هي الخمادات اللزجة، إنها في الأساس سائل، وفي هذه الحالة سوف يملأ هذا الصندوق الأسود بالماء، وستكون هناك أيضاً مروحة عليها أن تعبر، ممتصة كل الطاقة من الأرجوحة. هذه هي المكابح. هذه هي الخمادات اللزجة، إنها في الأساس سائل، وفي هذه الحالة الماء يخفف من سرعة الحركة. سوف يتيح لي هبوطاً هادئاً، وهناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك.
حسنا، سوف نقترب الآن في أي لحظة من نقطة المحور. هذا رائع. لقد نجحت التجربة. ممتاز. إن ما حصل هو التالي: إن الحركة العمودية للأرجوحة قد خفت سرعتها بفعل حركة الدوران التي تولدها المروحة داخل السائل. والمهم فيما حصل هو أن جزءا من الطاقة، من تلك الطاقة الحركية، قد تحول إلى حرارة داخل الخمادات، الأمر الذي منحني هبوطا هادئا سلسا لم يؤثر في سيارتي. وللجسر نظام أمان فعال خاص به يعمل بواسطة السائل. هذه الأجسام التي تشبه الأسطوانات هي في الواقع الخمادات اللزجة، وهي تماما مثل جهازي من الناحية المبدئية. نرى في هذه اللقطات الخمادات وهي تخضع للاختبار. بدلا من مروحة تدور في الماء، نرى أسطوانة تتحرك داخل الزيت الأكثر كثافة من الماء، أو الأكثر لزوجة من الماء، مما يولد مقاومة عالية للحركة. نرى من خلال الأشعة ما تحت الحمراء أن حرارته ترتفع، لأن السائل يحول كل تلك الطاقة الحركية، تلك الحركة، إلى حرارة. إن الخمادات اللزجة في هذا الجسر هي الأكبر حجما في العالم. إن رفع الطريق الممتد فوق الجسر على شكل أرجوحة شبكية يتيح له أن يتحرك، والخمادات اللزجة تحول دون تحركه بعنف، بحيث لا يصيب أذرع الدعائم ويهتز اهتزازا عنيفا. لقد تمكن مصممو هذا الجسر من جعله مقاوما للهزات الأرضية على نحو فريد، ووجدوا لذلك حلولا غير متوقعة. لكن كل هذه المرونة أدت إلى مشكلة إضافية، لأن الزلازل ليست وحدها الأخطار الطبيعية التي تهدد هذه المنطقة. لدى الطبيعة خطر آخر تواجهنا به. إن هذا المضيق الضيق في خليج كورنثيا محاط بالجبال من الجانبين، ما يجعل منه نفقا طبيعيا تعبره الرياح. الجسر المرن يتحمل الزلازل ولا يتحمل العواصف. إن الرياح في الخليج تجعل الجسر يتأرجح على نحو دائم حتى مع وجود الخمادات الملطفة للحركة. إنه لا خيار مستحيل أمام المهندسين أن يجعلوا الجسر مرنا بما يكفي لتحمل الزلازل. أما في الأيام العادية عندما لا تكون هناك زلازل، فهو يتأرجح بعنف بفعل الرياح التي تضرب خليج كورنثيا، ما يجعل عبوره مستحيلا. لكن جعله قويا بما يكفي لتحمل الرياح وتثبيته بقوة في مكانه سيؤديان إلى انقطاعه وسقوطه وتحويل 800 مليون يورو إلى كومة من الركام إذا وقعت هزة أرضية. هنا يكمن الجواب عن هذه الأحجية: العبوة المعدنية التي تحتوي على المشروبات الغازية. وما كان مفيدا لجسر ريون أن مخترعا رمى بالقواعد الهندسية المعتادة بعد نزهة برية محبطة، فقد احتاج إلى طريقة جديدة لفتح عبوة مشروبات. اكتشفت العبوة المعدنية منذ حوالي 200 سنة. إنها تحفظ الطعام طازجا لعشرات السنين، وقد مثلت ثورة في صناعة الأغذية. لكن ابتكارها لم يكن عملية سهلة، فقد تطلب ذلك جهودا جبارة. حدث هذا التغيير عندما جاء المبتكر إرمل فريز بفكرة جديدة لطريقة فتحها، ما أحدث ثورة في عالم التعليم وأمن الحماية لجسر ريون. أجل، هذه نزهة في البرية، سأقوم بها وحدي. وجد إرمل فريز نفسه في نزهة برية ومعه عبوة شراب، لكنه نسي أن يحضر معه فتاحة العلب. وبما أنه رجل مبتكر، تمكن من فتح العلبة بواسطة رفراف سيارته، ما أدى إلى نزع طلاء الكروم عن الرفراف. بعد ذلك راح يفكر في حل للمشكلة، فما كان منه إلا أن اخترع سدادة عبوة المشروبات، وهي التي سبقت السدادة التي نجدها اليوم في عبوات الشراب المعدنية. إن هذا الجزء الضعيف هنا مصمم ليكون قويا لحفظ المحتوى داخل العبوة، وفي الوقت عينه ضعيفا لكي نمسك الحلقة ونفتح العبوة بيدنا دون الحاجة إلى أداة خاصة، ما علينا سوى نزعها. لكن هذه الطريقة قد تفشل عندما نتوقع لها أن تفشل. أجل، لقد فشلت في فتح العبوة أثناء الرحلة البرية. التي قمت بها.
إن جعل أمر ما يخفق في المكان المناسب على نحو متعمد قد يمثل الفرق بين الموت والحياة. مثلاً ربما تكونون قد قمتم مؤخراً بترتيب مستودعكم وبتوضيب مجموعة من الصناديق الكرتونية في زاوية ما، ثم وبطريقة لا يمكن تفسيرها قمتم بنقع الصناديق بالنفط لسبب ما، ثم قررتم استخدام آلة الجرخ الكهربائية من أجل إصلاح شيء ما. لا، سيحدث حريق وقد يتسبب ذلك بمشكلة كبيرة. لولا نظام لإخماد الحريق وإفشاله بطريقة متوقعة، وهذا ما حدث للتو. هذا نظام بخاخ المياه، قمت لحسن الحظ بتركيبه بنفسي لأنني نسيت أين وضعت الإطفائية. إنه نظام الإطفاء نفسه الذي نجده في المدارس والمباني حول العالم، مع أنه أقبح منه بكثير، إلا أنه يعمل بالطريقة نفسها. لقد وقعت الكارثة وهكذا يعمل الجهاز. هذا هو نظام رش المياه وقد تبدو طريقة عمله معقدة. عليه أن يكتشف الحريق ثم أن يعمل على إطفائه بطريقة آلية، لكن طريقة قيامه بذلك بسيطة وسهلة. هذا هو الجهاز الذي ترونه متدليا من سقوف المكاتب والمتاجر والمدارس، وهو متصل بشبكة أنابيب ماء ممدودة في المكان. قبل أن ينطلق جهاز الإطفاء هذا، نرى هذه القارورة الزجاجية الصغيرة وقد صممت لكي تنكسر على حرارة 68 درجة مئوية. يبدأ السائل الأحمر اللون بالغليان عندما تبلغ الحرارة 68 درجة، مما يرفع الضغط في الداخل فينفجر الزجاج. هذا ما يسمى الإخفاق المتوقع. يمكننا توقع الإخفاق. عندما تصل الحرارة إلى 68 درجة يحدث الإخفاق، وعندما يحدث تسقط المطافئ وتنفتح الثقوب. هنا لكي تتدفق المياه وتبدأ الرؤوس برشها فينطفئ الحريق بطريقة آلية، وهذا كله بفضل إخفاق متوقع في النظام. لكن كيف سيساعد الإخفاق المتوقع الجسر على مواجهة الرياح؟ نقوم بتثبيت الجسر طالما أنه لا يتعرض لصدمة عنيفة، لكننا لا ندعه يتأرجح تحت تأثير الحرية وهكذا ينجو من الهزة الأرضية. إن الدكتور بابا نيكولاس قد شرح لي كيفية بقاء الجسر آمنا من خلال دمج نظرية عبوة المشروبات الغازية بنظرية الخمادات اللزجة. إذن أين الإخفاق المتوقع في هذه المعادلة؟ كل شيء يبدو ضخما وصلبا. حسنا، إنما نراه هنا هو الطريق الممتد فوق الجسر، وهو مدعم على نحو جانبي بالخمادات، وفي الوسط توجد الركيزة. إذن هذه الركيزة هي الحل لمشكلة الرياح، هذه التي في وسط تلك. إنها مخصصة للرياح كي لا يتمايل الجسر في يوم عاصف. داخل كل ركيزة يوجد ما يسمى الصمام، وهو مصمم لكي ينقطع ضمن حد معين، تماما مثل حلقة العبوة المعدنية. عندما يصبح الضغط قويا جدا يخفق. تستطيع الصمامات تحمل ضغط حتى أعنف الرياح، لكن عندما تضرب الهزة الأرضية ويصبح الجسر تحت ضغط يفوق الحد المعين تنقطع الصمامات وتبدأ تلك الخمادات اللزجة الضخمة عملها. وهذه ليست نظرية وحسب، إن هذه اللقطات من تلفزيون قناة الصين التلفزيونية تظهر لنا ما حدث في شهر يونيو عام 2008. تعرض الجسر لهزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر. انقصف الصمام فبدأت الخمادات تعمل ونجا الجسر. عندما نرى إنجازاتكم وهي تعمل كما أردتم لها، أنتم المصممين والمهندسين أن تعمل، وكنتم تعرفون تماما أنها ستعمل بطريقة جيدة. أليس هذا مذهلا؟ أجل، إنه شعور لا يمكن وصفه. هذا هو شعور الهندسة. هذا هو شعور الهندسة فعلا. كل حاجة تصممها صح تطلع تؤدي الغرض المطلوب منها. ادي هنا زي ما قلنا الدمبرز الانرجي سبيشال ديفايسز، هنا ادي سلندر، وهنا السيليكون فلويد، وهنا البيستون هيد، وهنا البيستون رول. ادي الدمبرز في الميداس، طبعا هنا الفيسكوس دمبرز، وهنا الفريكشن دمبرز، وهنا اليلدنج دمبرز. طب ما تيجي نشوف. ادينا جوه البرنامج، ندخل هنا جنرال لينكس،
ادي الادز، ادي هو فيسكو الاستيك دامبر، وادي هنا اهو اهو الدي اكس والدي واي والدي زد اهو. ادي في الدي اكس، ادي هنا عندي ماكسويل موديل هنشوف الكلام ده، وعندي كلفن موديل، وعندي الدمبر بريس السمبلي مود اللي هو الماكسويل والكلفن الاثنين مع بعض. ادي كل حاجه دي هنشرحها اهو. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. ده مبنى من غير الدمبر، ده مع الدمبر. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل مع الهزة الأرضية. المبنى على الشمال شوفوا الحركة بتاعته حتى بعد ما انتهت الهزة. وده فيديو تاني توضيحي. ادي الدمبر اهو، وادي هنشوف استخداماته، وهنشوف ازاي بيتركب اهو، وادي آلية العمل بتاعته اهو. طبعا في اسئلة هنسألها للزملاء، فلازم تركز معايا في كل حاجة انت شايفها. ادي اهو ادي اهو، شوف 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 الحركة، شوف الحركة، شوف الثبات هنا، ادي الفرق، وادي الانواع المختلفه، وادي تركيبه في المبنى، وادي وجوده، وادي التوزيع بتاعه، وادي الثلاث انظمه بتوع الدمبر اللي موجودين جوه البرنامج واللي احنا شفناهم. عندي الماكسويل موديل، عندي هنا ادي الزنبرك وادي السائل وادي الاتصال ما بينهم، وعندي الكلفن موديل انه متصلين على التوازي، وعندي الدمبر تايب اللي هو الاثنين مع بعض ممزوجين مع بعض في الدمبر تايب. ده كمان اكزامبل هنشرحه ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية كمان، واكزامبل بيبين لي هنا الدمبر والشغل بتاعه ووجوده فين، وادي صورة مقربة ليه بتوضح لي بيتركب ازاي وبيتركب فين وايه النقط اللي بتتركب فيها. هنا بقى بنتكلم على ريدز والايجين فيكتور، ايه الفرق ما بينهم. في نهاية المحاضرة بتاعتنا دي دعوة للتأمل، وفي نفس الوقت دعوة للتفكير، وفي نفس الوقت دعوة للتصميم، وهنسيب الزملاء كلهم يستنتجوا ايه التصميم الملائم وايه التصميم المثالي اللي يخليني احمي المبنى بتاعي من الرياح والزلازل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. زي ما احنا شايفين دي بيوت النحل، بيوت النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني البيوت بتاعت النحل معلقة في الشجر وعليها
أقوى اهتزازات وعليها أوزان كتير ولا تنهار. طب إيه السبب؟ إيه الحكمة؟ إيه السبب؟ تعالوا نشوف إيه السبب. السبب بمنتهى البساطة الترتيب السداسي لخلايا النحل. تعالوا نشوف عملنا الكلام ده وعملنا له تمثيل إزاي. زي ما احنا شايفين عملنا النموذج ده لثلاث كمرات متقاطعة عموديا، وكانت الإزاحة عندي 976 مليمتر. تعالوا نشوف لما ما تبقاش في تقاطع. تعالوا نشوف الفيديو. هنا نفس الكمرات وقوة 100 طن. في الفيديو ده هنشوف تأثير قوة مقدارها 100 طن على ثلاث كمرات متقاطعة بزاوية 120 درجة. الفيديو ده تم تنفيذه من على برنامج روبوت ستراكشرال اناليسيس. زي ما احنا شايفين دي القوة، وهنبدأ نشغل الفيديو. هنشوف ان اقصى ازاحة هنا مقدارها 9 ملي. في الفيديو اللي فات كان نفس الكاميرات مع نفس القوة لكن متقطعة عموديا، كانت الإزاحة 976 ملي. ده الفرق، ده الفرق اللي ما بين ازاي وأوحى ربك إلى النحل، وازاي المعجزة من 1400 سنة القرآن نزل على الرسول الأمي، وازاي هندسة الشكل اللي بتقاوم أقوى ذبذبات وأقوى قوة وموجودة معلقة على الشجر ولا تنهار. وفي النهاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم.